السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. كم محمد في الإسلام؟ في رأيي أن هناك نوعان رئيسيان من هذا المحمد. المحمد المصنوع هو الأول، والثاني هو محمد الحقيقي. مع احترامنا للألقاب وللأنبياء جميعا، هذا البحث راح أتوسع به مستقبلا، وسيكون حول التفريق بين المحمدين، فكونوا معي. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. كما رأيتم أن هنالك أكثر من شخصية تتسمى باسم النبي محمد. بالطبع هي شخصية واحدة الحقيقية، وأنا طبعا هنالك تأكيد على وجودها التاريخي، لكن هي المشكلة أنه إحنا بكثرة التراكمات التي حدثت بعد خلال 1400 عام لم تعد الصورة المعروفة عن هذا الرسول الكريم صورة تحمل الحقيقية، أو الصورة التي نستطيع أن نتيقن من مصداقيتها ومصداقية كل ما فعلته أو قالته أو أوصت به. فهذا الأمر يحتاج تقديم لمحة عن تاريخ، يعني عن البحث التاريخي الجديد الذي يجري في على بشكل واسع جدا، خاصة في مراكز البحوث الألمانية والإنجليزية والأمريكية، هذا والفرنسية أيضا، وفضلا عن الباحثين العرب. هذه المسألة الآن أصبحت شغل شاغل هذه المراكز وهذه المعاهد، وخاصة فيما يتعلق بعلوم القرآن وما إلى ذلك. حتى نراجع الموضوع، لماذا نطرح تساؤل من هذا النوع أصلا؟ يعني ما الحاجة؟ القضية واضحة بأنه هنا المصادر العربية التي أوصلتنا أخبار الرسول الكريم هي لم تعد مصادر موثوق فيها. هنالك كثير من الاختلافات والتناقضات والتعارضات، وهنالك من الروايات لا توجد رواية واحدة نقلت عن الرسول الكريم نستطيع التثبت منها. كل ما استطعنا التثبت منه هو ما وضع في خانة الإيمان، وهذه الخانة لا يمكن الاعتماد عليها في البحث التاريخي. والأمر أيضا الأهم أنه نحن الآن في حاجة إلى إعادة غربلة هذا التراث ونقده وقراءته بطريقة جديدة، بدلا من هذه القراءة المتحجرة التي تقول أن كل ما فيه صحيح 100% وأن لا حاجة للنقاش. وهذا الأمر يعني أصبح معيب على شعوبنا، هاي شعوب بمئات الملايين، شعوب لا حق لها في مراجعة تاريخها ونقده والتمعن فيه بطريقة دقيقة، بدلا من أن تتبع رجال الدين كما يتبع الشاة أو الأغنام راعيها. هذا أمر لم يعد جائزا ولم يعد لائقا بالناس أجمعين. مع احترامنا للمعتقدات، مع احترامنا للإيمان، لكن هذا الأمر يجب أن تكون قلوبنا مفتوحة لسماع ما هو جديد. وهذا دليل على أننا أناس قادرون على أن نقف مع أنفسنا وقفة صريحة وشجاعة، ونراجع كل ما لدينا بشجاعة كبيرة بدون أي خشية من أي خطر. الخطر الموجود هو فعلا موجود، لا حاجة بعد ذلك، لأن نحن نعيش في أسوأ حال، فمن ماذا نخاف؟ هل نخاف على أن ديننا سينهار؟ فلينهار هذا الدين، لا بأس، نجد دينا آخر، لا توجد مشكلة. أما قدسية هذا الدين فهي قدسية مصنوعة، مثل ما صنعت قدسية الأنبياء والأوصياء والرسل وما إلى ذلك. فإحنا نصنع دين جديد، دين جديد بأكثر مرونة، أكثر مرونة بناء على الدين القديم، لا بأس، ونعالج هذا الموضوع. فالقداسة هي ليست مسألة حقيقية، إنما هي مسألة كان ضروري اختراعها، لأن الشعوب القديمة كانت تحتاج أن تضع أو تقولب كل شيء داخل غلاف القداسة حتى لا تسمح لأحد بالتجاوز عليها. وفعلا كانت طريقة صحيحة ولا بأس بها، نحن لا نعترض على هذه الطريقة، لأن الشعوب كانت مئات الآلاف أو ملايين الناس، فلا يمكن أن تسيطر عليهم بطريقة أنه كل شيء هو مرن وممكن مناقشته وممكن
الخروج عليه، فبالتالي لن تتشكل الجماعة ولن تتشكل الأمم ولا الدول، ولا يستطيع إنسان أن يحافظ على حقوقه أو يجد من يقف له ويدافع عنه ويسترجع له حقوقه المغتصبة. هذه كانت مسألة أساسية. الآن إحنا الإنسان وصل إلى درجة من الوعي كافية لأن يخرج عن هذا الفضاء المحدود الذي كانت تعيش فيه الشعوب، وخاصة شعوبنا العربية الإسلامية. أول مرة استعرض ما اكتشفه، توصل إلى البروفيسور لوكسمبرغ اللي هو من أصل سوري أو لبناني ويتخفى تحت هذا الاسم، اتحدث عن نقش قبة الصخرة، ونقش قبة الصخرة وأقدم أثر يؤكد وجود تسمية محمد. لا توجد أي دليل تاريخي سابق على هذا. إحنا معظم الأدلة جاءتنا من خلال النصوص الفقهية والإسلامية، واللي هي نصوص يعني لم تتحدث عن حياة الرسول قبل البعثة، يعني عمره 40 سنة ونزل عليه الوحي، ولا نعرف كيف نزل، ولا توجد تفاصيل عن هذا الموضوع. هنالك أخبار شرحها بكتاب مهم جدا لهشام جعيط، المفكر هشام جعيط شرحها بثلاثية مالته بطريقة ممتازة وأنصح بقراءتها. هذا الطريقة اللي يناقش كل التفاصيل عن هذا الموضوع بعمق، واستشهد بمصادر كثيرة جدا، بحث تاريخي ممتاز على درجة عالية من الدقة يعني العمق وأيضا الجدة في الوقت نفسه. هذا البحث قدم لنا يعني، وأيضا هنالك مستشرقين كثيرين يتحدثون يقولون أن هؤلاء الذين نقلوا لنا أدق التفاصيل عن حياة الرسول الجنسية لم ينقلوا لنا حياته على مدى 40 عاما. لماذا؟ هذه قضية غريبة. وهنالك مستشرق يقول أنه كل ما كتب عن تاريخ الرسول قبل البعثة أو قبل سن 40 هو ما لا يتعدى الصفحة والنصف فقط، كل ما ورد من أخبار. أليس هذا شيئا غريبا؟ حتى طريقة الزواج، هل تزوج من الطريقة المسيحية من خديجة والتي لم يتزوج عليها طوال حياتها؟ هذا أيضا أسئلة كثيرة. فخلنا نسمع لوكسمبرغ ماذا قال عن نقش قبة الصخرة، واللي من خلاله استنتج بأن هنالك أكثر من محمد واحد. يعني ممكن ملاحظة صغيرة، الجميع يعني منهم اعتبروا أنه نص قبة الصخرة مأخوذ من القرآن. أنا أعتقد أن العكس هو صح. تفضل كمل. لأنه في القرآن نجدها مشتتة بدون تماسك بينها. أيوة. هذا لا يعني أنه ما كانش في نصوص موجودة بالعربي، يعني هذا النص دليل على أنه كان موجود نص قبل. أيوة. لأنه هذه اللغة مش ممكن أنه ابتدعوها بين الليل وضحاها، كانت موجودة دون شك. أيوة. ولاحظ هنا، أنت لاحظت أستاذي أن تسليمة في الخط الكوفي عليها علامات الترقيم. نعم صحيح. هنا أيوة، وكما قلت ورحمة الله تكتب عامة جزئية من النص هذا، يعني من هنا مش من موجودة في القرآن. أم هو من القرآن؟ بقول هي من القرآن شيء، الباقي ليس في القرآن. صحيح. أيوة، هي يعني من أو موجودة في القرآن، لأنه حسب بحثي القرآن جاء فيما بعد. أوكي أيوة أيوة، موجودة في القرآن. أيوة. نعم. لأنه يعني أيام قبة الصخرة لسه القرآن ما كانش له وجود. أوكي فهم. عكس الاعتقاد العام صحيح. نعم. لكن مثلا في عنا بشهادة يوحنا الدمشقي لم يتكلم عن القرآن، وإنما تكلم عن نصوص، أي عن سور. أيوة أيوة أيوة. يسميها أيوة. جرافي، وجرافي حقيقة يونانية ممكن تعني سورة، يعني كتابة مكتوبة. أيوة. وليس القرآن، لا يذكر القرآن. أيوة أيوة أيوة. لا تغلو في تمجيد الله وتكملها هنا يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم. نعم نعم. فإذا بعد تمجيد الله وتمجيد رسوله، نعم راح نشوف مين هو هذا الرسول، النص يوجه الكلام إلى أهل الكتاب. نعم. أهل الكتاب ممكن أن يكونوا حسب القرآن يعمل اليهود أو النصارى المسيحيين. صحيح. ولكن بما أن الكلام فقط عن المسيح، فإذا أهل الكتاب في هذا النص هم النصارى المسيحيين. نعم. يعني يوجه الكلام إلى المسيحيين. نعم. فإذا أهل الكتاب. نعم، يعني الكتاب هو موجه للمسيحيين. وهنا القرآن مكتوب لا تغلو في دينكم. نعم. وفهموا لا تغلو بمعنى مغالاة، يعني ما تزيدوها في دينكم. نعم. لكن الكلام مش صحيح المفهوم. أنه تعبير سرياني أعلي دينا، يعني أعلى في الدين، تعني أخطأ في حكمه. الدين هنا بمعنى الحكم، في حكم. أي حكم؟ طبعا أي حكم. لا تخطئوا في دينكم، في حكمكم. فإذا الدين لا عدة معاني، 10 معاني في المنة. وفي
في القاموس. وضح من هو منا، وضح من هو منا علشان الناس ما بيعرفوا من هو منا. هو قاموس، القاموس سورياني، هو بسميه كلداني لكن هو سورياني عربي. ايوه ايوه، هو اشهر قاموس يظهر هيك استعمله استاذنا. لا هو مدرسي بالحقيقه، مو مدرسي، لكن عندنا قاموس اهم منه مع المراجع، هو التزاور السورياني وساده استعمله عامه. ايوه اوكي، يعني لانه في مراجع. ايوه تفضل. نعم حلو. فاذا اهل بدينا تعني سوريانيا لا تخطئوا في حكمكم، طبعا السؤال اي حكم. ايوه ايوه، دين أيوة. سوريانيا تعني الحق والصح والعدل. نعم طبعا. نعم، لكن حسب في اي مجال تستعمل هذا الدين يكون له غير معنى. فاذا هنا في هذا النص نعم. دين يعني شرح الكتاب. وهذا المفهوم موجود في قاموس الآرامي اليهودي، حاطين المعنى الثامن لأنه ترجمته بالإنجليزي the interpretation of the script، يعني شرح تأويل الكتاب هو الدين. فإذا هنا لا تعلو في دينكم تعني لا تخطئوا في شرحكم للكتاب. تمام تمام، وليس الدين يعني مش غير دينه. طيب. وإنما الكتاب أنتم عندنا كتاب مشترك ولكن أنتم شرحينه غلط، هذا اللي يقوله. أستاذ الفاضل نعم. لماذا وضعت شحطة تحت؟ لأنه في نقطتين ونقط أعتقد في الكوفي بدي أشوف، بدي أشوف لا تغلو في دينكم، لأنه هو جاء في النص يا أهل الكتاب منقط. والكتاب أيضا النقطتين هتولى لا أعتقد أنه تقيدوا بالنص ولكن أضافوا عليه بعض النقط. يعني نعم، يقول أستاذنا أن هذا النقط رب نعم. لاحظا ليس هذا طبعا بالنسبة لي، بالنسبة لا تقولوا على الله إلا الحق، بالنسبة إلى مفهوم الكتاب مفروض أن يكون الكلام مطابق لما هو الله في الحق، يعني لا تقول على الله إلا الحق يعني نعم. الكتاب طبعا نعم نعم يبتدي لأنه أغلب النص موضوعه طبيعة المسيح. أيوة. هل هو ابن الله أم هل هو عبد الله؟ لأنه حتى عبد الله تعبير مسيحي في الأوائل كان يسموه، حتى في رسائل بولس الرسول نعم. يقول عن المسيح أنه جعل نفسه كالعبد. أيوة. وأطاع حتى الموت نعم. حتى الموت على الصليب. نعم. وليد رفعه الله وجعله فوق الملائكة. فإذا هنا الموضوع، فإذا على المسيح هل هو ابن الله أم رسول الله فقط؟ هو جدل مسيحي مسيحي بالأصل. نعم نعم، فأصبح فيما بعد طبعا إسلامي مسيحي لكن هو بالأساس مسيحي مسيحي. فإذا نعم. يقول هنا بالنسبة إلى مفهوم الكتاب أن المسيح عيسى بن مريم هنا رسول الله، يعني ممكن أن يقول ليس ابن الله وإنما رسول الله. نعم. وكلمته كفي معنا نكمل. نعم. وكلمته ألقاها إلى مريم. أيوة. وروح منه. نعم. هذا يتناسب طبعا مع المفهوم المسيحي. نعم. مريم يعني ألقى الروح، روح الله ألقى في مريم ثم روحه، يعني هو من الروح. نعم. وراح نشوف فيما بعد أنه لماذا يقال عن المسيح أنه مش بمعنى الابن بمعنى اللاهوتي، طبعا الابن مش بمعنى البشري. نعم. لأنه من روحه، والروح جزء لا يتجزأ من الله. نعم. من روح الله. نعم. فنكمل. نعم. فآمنوا بالله ورسله. نعم. ولا تقولوا ثلاثة. نعم. هذا طبعا بالنسبة إلى المسيح، إذا اعتبرنا المسيح ابن الله فيكون هو الأقنوم الثاني من الثالوث. نعم. فولذا رافضين كمان فكرة الثالوث، يعني تعليم الثالوث لا تقولوا ثلاثة. أيوة. لكن بالحقيقة المسيحيين لا يقولوا ثلاثة، يقولوا بسم الله والابن والروح القدس، يكونوا إله واحد آمين، ولا نعم. يقولوا ثلاثة آلهة، ثلاثة آلهة آمين. نعم. وعلاوة على ذلك طبعا في شرحنا سورة الإخلاص نعم. هناك تعبير الصمد. نعم. الصمد تعبير مصطلح لاهوتي يعني وحدانية الثالوث وليس ثلاثة. نعم. فإذا القرآن نجد فيه تعاليم لاهوتية مختلفة لكن مش بالضروري يكون متناقضة، موجودة الصمد. نعم. لكن هنا اللي كتب لا تقولوا ثلاثة لم يفهم معنى الصمد. نعم. فإذا نعم. يقول بعدين انتهوا. نعم. انتهوا خيرا لكم، يعني لا تقولوا ثلاثة، قولوا إله واحد. نكمل. أنه اجتماع مجمع نيقيا سنة 325. نعم. فإذا اعتبرنا أنه هذه المسيحية الشرقية، المسيحية السريانية العربية ما وصلهم هذا التعليم بالنسبة للثالوث، ما كانش عندهم الثالوث، ولذا رفضوا هذه الفكرة، اعتبروها بيزنطية، أن البيزنطيين اللي ابتدعوا فكرة الثالوث، بينما هم ما عندهم الثالوث. نعم. ولذا رافضين الثالوث لكن كمسيحيين طبعا. واحدة من الأشياء اللي أعتبرها مهمة جدا ويجب أن ألفت إليها انتباه أنه الإنسان العربي في ذاك الوقت والسرياني كان مهم جدا عنده أن يتخلى عن أيمنة البيزنطية في ذلك الوقت، أو الروم البيزنطيين كانوا يسمونهم الروم. فكان هنالك في رأيي الشخصي هنالك صراع بين طرفين، الطرف الذي يعتبر الروم
بالمعنى الحديث إمبراطورية محتلة لهذه الشعوب السامية، خاصة في بلاد العراق والشام والشمال الجزيرة، فكان يعتبرون الروم هم هؤلاء محتلين، وكانت الديانة التي تمثل هؤلاء الروم هم هي الديانة التي تعتمد على تعليمات بولس الرسول. بولس الرسول هو أيضا كان هو روماني، فأنا أعتقد في حسب تصوري أن هنالك هذا الصراع هو اللي أنتج بعد ذلك الذي اعترض على مجمع نيقية اللي أشار إلى لوكسمبورغ سنة 325 ميلادية، واللي بعده ولد الرسول 250 سنة. هذا المجمع أدى إلى خلافات هائلة بين مختلف الكنائس، هذا هو اللي أدى إلى ظهور آريوس وأيضا نستوريوس ولعاقبة، وهؤلاء هم الذين كانوا يعني أكثر شيء يميلون إلى الأقباط، إلى أقباط مصر، وأيضا مالوا إلى الهيمنة الفارسية. الهيمنة الفارسية على المنطقة كانت خاصة في العراق كانت، وأيضا هيمنة على منطقة اليمن أيضا كانت هيمنة فارسية، وهذا التأثير الفارسي وتأثير الحيرة يوصل إلى يثرب أيضا ومناطق القريبة على غساسنة. هذا الصراع الهائل بين الطرفين هو عنوان الدين، لكنه في الحقيقة صراع مصالح وصراع بين شعوب مختلفة، بين السلطات الفارسية، بين السلطات البيزنطية. هذا كله أدى إلى ظهور الديانات. الديانات كانت ومذاهب هاي الديانات النسطورية والعاقبة والمندائية والمانوية كانت أيضا نشطة جدا، والزرادشتية، هاي كلها ديانات هي عبارة عن أحزاب سياسية في ذاك الوقت. عندما يقولون الله، صفات الله يقصدون صفات الحكم، صفات الحاكم أو القانون أو الدستور الذي تسير وفقه الشعوب. فبالتالي عندما يأتي الروم البيزنطيين يفرضون نموذجهم الديني أو إلههم، معنى الإله معناها هذا إله يجب أن تطيعه وتطبق تعليماته، فأنت ما معنى الإله؟ أنا ماذا أفعل بالإله؟ هي الإله ليس أن تعبده وتصلي وتصوم، أن تلتزم بتعليماته، معنى آخر أن تلتزم بهذا الدستور وهذه القوانين التي تخرج عن يعني شو سميها تجليات هذا الإله اللي توصل عن طريق الوحي وعن طريق الأشكال المختلفة إلى رجال الدين كبار ومن بينهم الأنبياء. نعم فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله نكمل إله واحد سبحانه. مضطرين سبحانه أن يكون له ولد؟ لا سبحانه إن يكون له ولد، كيف ممكن أن يكون له ولد سريانيا؟ كيف وليس سبحانه أن يكون له ولد؟ سبحانه على التعجب إن يكون له ولد، كيف كيف ممكن أن يكون له ولد؟ نعم نكمل له ما في السماوات وما في الأرض. نعم نعم وكفى بالله وكيلا. يعني يكفينا الله كإله واحد نتكل عليه، مش بحاجة لثلاث آلهة لنتكل عليهم. نعم. كفى بالله وكيلا. نعم. هذه الذي قرأتها أستاذي الآن هي موجودة في الضلع الشرقي للمثمن، وهي من سورة النساء الآية 171. نعم أعتقد ذكرتها في المقال. نعم أنا يعني أشرح لها عربي سمعته بس هنا. هلا تحب نكمل؟ نعم. ولا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، يعني المسيح ما بيعتبرها إهانة إذا كان هو عبد الله، يسموه عبد الله بمعنى استحى أو لا يستنكر، لا يستحي، لا يستحي بمعنى أيوة خيف أيوة سريانيا ممتاز الفعل سرياني. نعم فضل. استحيا بمعنى استحيا ولا الملائكة المقربون نفس الشيء، يعني أن يكون عبد الله. نعم عبد الله يعني هناك لازم يكون نقطة أو يعني فاصلة أو فاصلة. نعم أيوة أستاذ الكم يعني. نعم أنين راح يحاسبهم بالمعنى فهمت. يعني ما في رابط منطقي في النص القرآن، بينما هنا عندنا نص متكامل. نعم نعم نكمل. اللهم تفضل. اللهم صل. أيضا بعد هذا الشرح بالنسبة لطبيعة المسيح، الآن يطلب النص البركة على المسيح، يقول اللهم اللهم معناته يا الله، والآم هي يعني حرف نداء يأتي يعني يأتي بعد مش قبل في أول في بعض الكلمات، يعني يا الله الله آم، يعني شرح لسان العرب شرح صحيح، لكن هي الآم آرامية قديمة وبالعبرية كمان نفس الشيء، في قلوة إلهيم لكن هي إله آم، يعني يا الله يلا عربيا اصبحت اللهم، لكن اللفظ مش صحيح اللهم الله اسمع الرسول، يستعمل نفس التعبير رسول وعبد، عبد الله ورسوله يعيدها لكن مقلوبه، رسولك وعبدك صلي على رسولك وعبدك. فاذا كان هذا الرسول والعبد اسمه محمد، فاي اسم مفروض ان يتبع هنا؟ جاوبوني طبعا محمد. قلت له فاذا تنبوا بيان امسكوا حالكم. ايوه الان هذه مريم
نعم يقول سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. أيوة هذا موجود في القرآن. اللي بالنسبة لطبيعة المسيح، من هو المسيح؟ يعني القول الحق بمعنى الكلام الحقيقي بالنسبة لطبيعة التملون. 15 إلى الآية 4 نتابع. ما كان الله، ما كان لله أن يتخذ من ولد. نعم. ولدا. لم اتخذ ولدا بمعنى تبنى. أيوة صح صح، أن يتخذ ولدا يعني أن يقول له هو ينسب لفرقة. ولو صحيح. هم لا يقولون بذلك علشان ما مانت. إنما يقول له كن فيكون. أيوة أيوة، وهذا سبحانه يعني ممجد هو سبحانه. شوف لكن قضى أمرا كان لازم يقول فإنما يقول له كن فيكون. آية 47 السطر عربي. نعم. يعني نعم. الخط المستقيم. أيوة أيوة تمام تمام. بحذرة. أيوة 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 أيوة. ما في ما له وجود شهلة. العلم. نعم. المعذرة الأزهر بس مش مشكلة مش مشكلة. شرح خاطئ تماما وعكس لا له أي علاقة لكن أخذوا من هذا النص. نعم. بس بالمفهوم العربي. نعم نعم نعم. وإذا طالما الإسلام تعني الاتفاق الموافقة معه المطابقة معه، عكس المطابقة الوفاق هو الخلاف. ولذا تأتي العبارة بعدها وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. شوف ما معنى بغيا بينهم. فإذا أهل الكتاب عندهم الكتاب جاءهم الكتاب لكن رغم شيء اختلفوا يعني بشرحهم طبعا اختلفوا. نعم. بعد ما جاءهم العلم ما معنى بغيا بينهم؟ باع يعني كمان هون جدلا جدلا بينهم. أيوة 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 أيوة. عام بمعنى الخلاف بين بعضهم. أها أها فهمت فهمت. يعني فرنسية يسون ديسبيتي أنتو. أيوة. الذين يعني غير مطابق. نعم. أيوة حلو جدا. أيوة. آخر النتيجة ومن يكفر بآيات الله أنا حاطين. أيوة. بآيات حاطين النقط لكن هي بآفات يعني التنقيط. أيوة. جاي متأخر هنا. هلا لأنه عبد الملك لأنه هو اللي بنى هذه القبة. نعم. والقبة اسمها قبة لأن هي عبارة عن قبر المسيح. ولذا الصخرة ليست صدفة أنه اسمها قبة الصخرة لأنه حسب الأناجيل ثلاث أناجيل إنه المسيح وضع في قبر منحوت في الصخر. اها لا هذا الاخر. اذا وماذا تستنتج من ذلك؟ قبو يعني اسمه كريبت كريبت بالفرنسي. ايوه ايوه صخره بنيت على قبر المسيح فاذا معتبر كقبر المسيح لانه قبر المسيح مش متفق عليه 100% يعني كنيسه القيامه المسيحيه يعتبروا انه على قبر المسيح ولكن قبر مقبره اليهود اقرب لقبه الصخره مما من كنيسه القيامه على. أيوة. وادي شيوشقاط. ايوه ايوه طبعت الحال طبعت الحال تعليم نيقيا اللي صدف فيها لأول مرة ثالوث بأن أنتوا عندكم قبر المسيح القوم إحنا عندنا قبرنا بتاع المسيح. نعم صحيح تمام. هلا واضح الأمر يعني أنت تقول إنه هذا والملاحظة وهنا عندي مقال عربي بكله بيقول يعني إنه هذه هو مكان الإسراء والمعراج ولا ذكر للإسراء والمعراج في الآيات المذكورة حول قبة الصخرة مش إيه؟ ولا شيء ولا شيء هذا كل شيء يتدعو فيما بعد. نعم يعني طيب. مع سيرة نبوية لكن ما في لها أي علاقة لأن هي كلها عن السيد المسيح في الأرض. نعم طبعا ونتيجة لسه أكثر من هيك. طبعا. أنا تعدوا عليه هون باعتبار أنه غلطان لأنه هنا محمد هو محمد المسلمين. طيب. لأنه مش صيغة فعلية وإنما اسم علم. تفضل. أنا اعترضت على هالشيء طبعا هم مش رأيهم أنه محمد لكن إذا كان مش محمد حقا مش مذكور محمد في هذا النص. أيوه. فمعناها ما الدعية فيما بعد في السيرة النبوية عن ولادة رسول المسلمين وعن وفاته يعني ولادته سنة 570 ووفاته 632 يعني لا لا ما بتكون يعني تاريخيا مش ممكن تكون صح لانه مش مذكور في قبة الصخرة. ايوه ايوه معناته انه هذه التواريخ ابتدعت فيما بعد في السيرة النبوية وليس قبل. حلو جدا هل رأي يكون في خطورة ما ادري يعني حلو جدا حلو جدا. طيب انا ساعطيكم رابط هذا ممكن هل رأي يكون في خطورة ما ادري يعني اكيد حلو. اكيد اكيد, أكيد هذا, هذا هذا لكن هذا الحق يعني عندنا هنا شيء يعني نص تاريخي مؤرخ يعني قبة الصخرة مؤرخة من سنة 72 للحكم العربي ما أيوة. كانش اسمه لسه هجري لأنه كان مسيحي. أيوة. ويطابق سنة 692 ميلادية. أيوة. أستاذ الفاضل معبد سليمان معبد سليمان اللي هم اليهود بيعتبروا إنه هذا معبد سليمان. هذا يقوله صحيح. وإنه هذه الصخرة هي اللي كانوا يذبحوا عليها. لكن تحت الصخرة في قبر يعني مش ممكن ممكن إنه صخرة كان لها غير وظيفة صحيح لكن في حاليا الصخرة أيوة. تحتها في قبر. كما رأيتم أصدقائي هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج بحثا وتنقيبا وتدقيقا. هذا الأمر لم يعد قابلا للتغاضي أو التجاهل كما قلت. الآن الفكرة هي هذه أنه الرسول محمد فعلا موجود كما روت إلى حد ما
إلى حد كبير كما روت الرواية الإسلامية، وهذا أنا أعتبره يعني أكو بعض الناس ينكرون وجود الرسول أو كل هاي الأحداث ينفوها، هذا أمر يعني خارج التصور، لا يمكن أن كل هذا الكم الهائل من الكتب والمصادر والمنقولات أن يطلع كلها تأليف في تأليف، هذا حتى لو افترضنا هذا موجود فهذا غير ممكن، لأن كانت هناك فرق كثيرة وخوارج على الشيعة على السنة على أشكال مختلفة من وأيضا هناك أنصار، هنالك الدولة الأموية انشقت صارت دولة في الأندلس في إسبانيا، فهذه كلها صراعات هائلة كانت موجودة، فمن غير معقول أنه لا يخرج أحد وينفي الروايات السائدة، هنالك كان صراع على الروايات الصحيحة وفيما بينها، ونقلت إلينا كما يبدو هنالك كثير من الكذب بالتأكيد، هو احنا الكذب لحد هذا اليوم، يعني قبل يوم او اليوم نسمع خبر هو يطلع كذب، او البارح او قبل اسبوع ما 100,000 وثيقة تؤيد هذا الكلام او تدعم هذا الكلام، ولا يستطيع الانسان التأكد من الحقيقة، هذا كلها اشياء يجب ان ننتبه لها. الفكرة الان اللي اقولها بانه هنالك محمدان، هذا المحمد اللي يتحدث عن لوكسمبورغ، وهذا اكو أنواع أخرى من هذا، ليس هذا فقط، هنالك عقيدة يعقوب يذكر أن هنالك محمد أتى سنة 34 ودخلوا إلى منطقة غزة ودخلوا بعد ذلك إلى، طبعا هسه ذكرت أشياء أخرى أيضا إضافة لأنه حتى النص القرآني الآن أكو فيه إشكالات كثيرة جدا، بعض النصوص واضح باحثين خاصة الفرنسيين والألمان وجدوا أن بعض النصوص لها علاقة في تاريخ سابق، ولها علاقة ليس بالكتاب المقدس التوراة والإنجيل فقط، إنما لها علاقة بالتلمود البابلي، وكما وضحت في محاضرة أو حلقة خاصة عن أبي الفياض، قال بأنه وجد في كتاب نشره راح من بالي اسمه عن التلمود البابلي، قال أنها أنا وجدت 260 نص متطابق تقريبا مع النص القرآني، هذا يعني أو يشير إلى أن النص القرآني يعود تاريخه إلى زمن أبعد من زمن ظهور الرسول حسب الرواية الإسلامية. بالنتيجة كل هذه التداخلات راح أيضا كلمة الحور العين ودعوة لوكسمبورغ لأن يقال لأن إيجاد صلة كبيرة بين السريانية والعربية، والحقيقة أنه ما كان أكو شيء اسمه اللغة العربية، كانت هناك لهجات مختلفة في الدول العربية وشمال الجزيرة العربية، والعراق أيضا بأكمله كان هو عبارة عن يتحدث بلغة قريبة إلى العربية والسريانية، ولغة يعني أعتقد تسمى الآرامية المندائية، وهذه آثارها موجودة لحد الآن حتى باللهجة العامية العراقية، وأيضا اللهجة العامية السورية موجودة لحد الآن آثار الآرامية السريانية، وحتى يعني باللغة العربية الفصيحة. بس هو القضية وين اللي أريد أشير لها، أنه يبدو أن هنالك صار صراع هائل على بين في لما بدأت الدولة العباسية، حاولوا أن يتنصلون من كل صلة بالمسيحية أو الحركات المسيحية، واضطروا كان هنالك حاجة لأن يكون هنالك دين جديد تماما وليس مذهب المذاهب المسيحية، كان التقليد السائد. هو هذا السؤال الأساسي، لماذا ظهرت الحاجة لتأسيس دين جديد؟ لماذا لم نسمع شيء باسمه الإسلام أو القرآن قبل العصر العباسي؟ حتى ما كما أشار لوكسمبورغ إلى أن يوحنا الدمشقي وهو كان واحد من كبار المساعدين في الأمراء أو حكام الدولة الأموية، هذا ما أشار لوجود القرآن، تحدث عن وجود نصوص القرآن، كلمة القرآن نفسها هي قريانة، هي كلمة سريانية، والسريانية هي نفسها الآرامية، لكن عندما يقصد بها السريانية التي يعني المسيحية، يعني الآرامية المسيحية سميت السريانية. أيضا هنالك آثار كثيرة لنصوص أفرام السرياني المسيحي أفرام المشهور، هذا كارثة، هذا مش مو طبيعي، كتب الوحدة يمكن
يمكن 500 مجلد يعني أشعار وقصص وما يعني كاتب مو طبيعي. الوحدة هو مسوي مكتبة خاصة إلى الوحدة كلها مؤلفاته، وبعض من النصوص يقال بأنه بعض النصوص في القرآن موجودة تعود له. هنا خلينا نستمع اللي يتحدث عن موضوع الكوثر، وهذه واحدة من الأشياء اللي تثير الانتباه، والحور العين، العنب الأبيض. الأبيض السمين. طبعا سمين الأبيض. لا سمين حور العين يعني السمين العين. العين بمعنى البراق يعني بمعنى الأعيان المهم. نعم. أيوة هذا هو. هنا تشوف هذا العنب. هذا العنب فعلا هنا في عنب. كاتبين عليها حوريات الجنة هو العنب. هو العنب اللي هون. يا خسارة خربت الدنيا علينا. شوف الحقيقة يعني بدون تهكم. مثل ما كان يقول هذا أبو عيب يعني. لا هو مفهومه غلط معنى الحور المقصود فيها يعني رموز مسيحية للجنة. اعتبروها فهموها غلط. أنا ذكرت كمان إنه في هذا النص إنه عبد الملك بن مروان يدافع عن دينه المسيحي الأرثوذكسي. يعني ضد الطاغوت يعتبر انه هو اقدم يعني عنده ايمان أيوة. ايمان مسيحي اقدم من 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 نيقيا من 325 يعني هو تعتبر اللي بنى هذه القبه هو مسيحي وليس مسلم. لا مسيحي 100%. فهي معلومه جديده كمان لي. واذا لم يتكلم عن المسيح كان يتكلم عن نبي المسلمين ما في له اي ذكر. ايوه 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 وعاد حمد الله بعد تمجيد الله ياتي تمجيد عبده يلي هو من حتشوف فيما بعد من هو محمد عبد الله ورسوله. لحد الان ما في باحث شك بأنه كلمة محمد هنا هو اسم رسول اسم نبي المسلمين، وهذا في هذا النص لا علاقة له برسول المسلمين. هذه صيغة فعلية وتعني عربيا ممجد عبد الله ورسوله، وليست هنا وليست شهادة الإسلامية حيث يقال أشهد أن محمدا رسول الله. ما فيش هون أشهد بأنه، فإذا ما لها علاقة بالشهادة الإسلامية. فمحمد هنا صيغة فعلية بمعنى ممجد، فالفرق بين المجد والحمد موجودة في بعض الأحيان في القرآن، لكن غالبا يحمد الله الحمد له، بينما في المسيحية العربية يستعملوا فعل المجد مجد المجد لله لا يقول الحمد لله. فإذا هنا بمعنى ممجد عبد الله ورسوله. ملاحظة عايز تأكد لي عليها أم لا، الآية الثانية وذكرها أستاذنا اللي مواردة في القرآن كمان. تمام. أنا أشرت على كل حال إلى الآيات الموجودة في القرآن. تمام. الآيات اللي مواردة في القرآن كمان. تمام. لكن هنا محمد عبد الله ورسوله مش موجودة في القرآن. أيوة. كما رأيتم أنه الرجل يوضح بأن محمد عبد الله ورسوله تعني شيء آخر، وهذا يحتاج إلى رد، فخلي يطلعوا الناس يردون ويتحدثون عن الموضوع. طلع ردود متشنجة، ردود تحاول أن تدافع فقط. لا، الموضوع أنه هو يناقشك بمنهج علمي، أنت أرجع ناقشه بمنهج علمي ولا تبدأ من النهايات. يعني الطريقة الإسلامية دائما تبدأ من النهايات، وأيضا شيطنة كل واحد يحاول يناقش. أنا الآن مثلا أطرح هاي الموضوع وموضوع موجود، يعني أي واحد يعد شوية مزاج أو أدى وقت يروح يتابع يلقى هاي الأشياء اللي جاي يقولها موجودة، لكن يجب أن نناقشها، يجب أن نعرضها للنقاش. بدلا ماكو داعي، إحنا يعني إحنا الشعوب الوحيدة اللي تخاف من المناقشة التاريخ الخاص بطريقة صريحة. يعني هذا شيء أنا أعتبره فتشي من العجب العجاب. كيف نتطور، كيف نتغير، كيف نحسن من نحسن أو نحسن من واقعنا ونحسن ظنونا بالآخرين وطريقتنا بالتفكير، كل هذا نتحاشاه، وبل نفضل لا نكتفي بالتحاشي بل نتحول إلى وحوش إذا ما حاول أحد منا أو من غيرنا طرح رأيه في حالنا العجيب هذا. احنا كل احنا اللي نتذكر ما قاله مودي في رئيس وزراء الهند مؤخرا، وايضا ماكرون قبل عام او عامين تقريبا ونشرت حلقة عن الموضوع هذا، يعني كل استفزوا كأنما هنالك شيء، حالة تنويم مغناطيسي كما يقول احد الفلاسفة المعاصرين، فيلسوف بلجيكي ماتيوس اسمه، يقول احنا يبدو احنا نعيش في حالة تنويم مغناطيسي، وهؤلاء الناس مجرد ان تستفز او تذكر بحالة التنويم المغناطيسي التي يعيشها هو رأسا يستفز ويعتبر انه هنالك يسمي ماس فورميشن، يعني هذا التشكل الجماهيري لها علاقة بغوستاف لوبون سيكولوجية الجماهير اللي هو كتاب قديم، وراح أسوي حلقة خاصة عن آخر بالمناسبة عن آخر البحوث الخاصة بسيكولوجية الجماهير، وأيضا الماس فورميشن اللي هي النظرية الجديدة طرحت كنظرية تكميلية لما طرحها غوستاف لوبون في كتابه الشهير، واللي أصبح الآن كتاب قديم ولا تجاوزه علم النفس الاجتماعي بشكل كبير. هذا حالنا الآن يذكرنا بحالة، يعني مثلا
حال واحد من أقاربي. هذا الشخص أقاربي كان يقلب الدنيا إذا دخل واحد غرفته ورتب الفوضى. غرفته طبعا كارثة، يعني مضروبة زلزال يعني. فهذا يقلب الدنيا إذا شالوا ورقة من غرفته أو حركوا شيء. هذا هو عبارة عن يعني غرفة ضخمة لكن عبارة عن جبال من الأشياء، فهذا يقلب. ممنوع، ممنوع تلمس أي ورقة، ممنوع تلمس أي قلم، ممنوع تلمس أي حاجة صغيرة أو كبيرة، أو ممنوع حتى أن تغير مكان أي شيء. وحتى لو هاي كانت الورقة أو الحاجة على الأرض وممكن تتعرض إلى تلف أو مياه قريبة منها، لا تلمس أي شيء. هذا حالنا نفسه، العرب والمسلمين الآن هو هذا حالهم. يسمونه بالعراق فرقاس ما ينجاس، يعني احنا صرنا كتلة جماهيرية ترفض التطرق لأي موضوع. وأتذكر هذا أقاربي تدخل زوجته أو ابنه أو بنته حتى ينظفون المكان، لكن على رؤوس أصابعهم. الشرط أنه أكو حذر بالغ وإلا ستنقلب الدنيا. هذا اللي نسوي، تطلع مظاهرات مجرد واحد رسم كاريكاتير، خليه يرسم، شنو المشكلة؟ لا، ويقول لك لا، يجب هاي المنطقة المقدسة لا أحد يتحرش بها، لأنه هي تظل محافظة على هذا المادة الحافظة إلها يسمونها المقدس. المشكلة يعني حتى أذكر أقاربي، المشكلة كانت هناك حالات يعني ما ممكن تتركها كما قلت. مثلا مرات النافذة مفتوحة يتركها أو ينساها، وتتعرض إلى هواء عالي وتتطشر الأشياء وتطلع برا. لكن لا تتدخل، ما لك علاقة. فالمسلمين كما قلت هو مثل أقاربي هذا، ويعني يرفضون المساس بأي شيء يخصهم ويزعلون ويتهمونك بالإلحاد، وكأنما أنت الآن يعني أتيت شيئا إمرأة ويجب أن يقام عليك الحد. يا أخوان، إحنا جاي نناقش، من حق أي إنسان أن يفكر، أن يطرح أفكاره، أن يتحدث، وإلا ما معقول يعني. إلى متى؟ حتى إذا افترضنا أن هاي الطريقة ناجحة، فالعصر الحديث أو الزمن المعاصر ما عاد يتقبل هذا الشيء، وسيخرج آلاف الناس، وهذا بالفعل جاي يحصل حاليا. إحنا لم نعد جماعة تعيش في كوكب خاص بها، ولا يسمح لأحد بالاقتراب من هذا الكوكب ولا الحديث عنه. يعني لديكم مثلا رواياتنا تقول لدينا نبي تزوج طفلة في التاسعة، فتعالوا فهمونا شو الموضوع. تنفجر اعتراضات، يتهمونك بالازدراء، ويخرج واحد آخر ويقول لا يجوز تزويج القاصرات، ويقولون له أنت كافر أو مدسوس. هذا كله ماذا أنتجنا؟ أنتجنا أنواع عديدة من الآلهة. كل منطقة وكل جماعة وكل مذهب عند إله الخاص، هذا إله مجسد، ذاك إله مجرد، وما إلى ذلك، و99 اسم لله. ما هي النتيجة؟ يعني إسلامات متعددة، محمدون، محمديات كثيرة، الكل يدعي هذا محمد. محمد عند الصوفية تلقى شخص آخر مختلف تماما، يحاولون إلى كائن عجيب غريب وساحر ما أعرف شنو. وهذا بعد ذلك الكل يدعي أنه إحنا متحالفين ومتجمعين تحت راية إله واحد. وبالنهاية احنا نلاحظ احنا مختلفين حتى بين شارع وشارع. تجي للعراق خاصة او عبر التاريخ، تلقى كل منطقة لها حاكم امر ناهي او رجل دين هو الذي يطيعه الجميع. والاختلافات جزر من الخلافات والاختلافات، والقبائل القبائل اللي اصبحت مذاهب، المذاهب المتنازعة المتنافرة المتكافرة التي تكفر بعضها بعضا. وندعي كلنا بعد ذلك أن هذا الإله هو واحد. فتخيلوا هذا المشروع الذي كان بعبقرية من رسول محمد كما نقلت لنا الرواية، كان يحاول أن يوحد الناس تحت راية إله واحد. شاهدوا النتيجة، فكرة التوحيد أثبتت فشلها بشكل لا يقبل الشك. فكرة توحيد الإله مع العلم، دعونا من الحكاية الدينية والأسطورية عن الإله على عين ورأسي، الإنسان يؤمن بإله هذا مسألة أخرى. لكن فكرة الإله هي فكرة أنه وجود سلطة واحدة يطيعها الجميع ويلبي حاجاتها الجميع. هذه الفكرة لم تعد ناجحة في عصرنا هذا ولا في كل عصر.
أثبتت فشلها. الآن المبدأ الديمقراطية هو الطريق الصحيح، بالتالي نحن لسنا بحاجة لا لمحمد القديم ولا محمد الحقيقي ولا محمد المصنوع. مع احترامنا، هذا نبي كريم قدم لنا شيء مهم جدا عبر التاريخ، وإلى هذا الشخص عبقري جدا وفعلا أدى شيء، لكن بالنتيجة من أخلفه لم يؤدي أو لم يستطع بالحقيقة، مو ما لم يستطع كل الشعوب الخلق تحقيق حلمه بوجود بعبادة الجميع لإله واحد، وهذا الأمر لم يتحقق. وهو الإله صحيح بقى اسمه واحد، لكن بالحقيقة كل واحد يراه من جهته المختلفة، كما يقول المثل الهندي المثل الفيل الذين يعني أحيط بالعدد كبير من العميان، هؤلاء العميان كل واحد يرى يلمس الذيل فيظنه شيئا، يلمس الخرطوم ويظنه شيئا، يلمس الساق ويظنه جدار أو شيء، وكل واحد يراه من صورته أو بطريقته الخاصة. فالإله الذي نتحدث عنه بالنتيجة هو إله متشظي، يعني تم تقطيع أجزائه، كما فكرة الإينوما إيليش الأسطورة البابلية التي إنما إله تعامت قتل مردوخ، قتل أو شطر إله تعامت وتحولت إلى أنكي إلى السماء والأرض، يعني الآلهة تشطرت. فنحن الآن متشطرون في هذا المستوى، لكننا مع هذا ندعي بأن إلهنا واحد، هذا المشروع الوهمي اللي في ما بيناتنا، وأن نبينا واحد، وهذا قرآننا واحد، وديننا واحد، والكل يتحدث بالوحدانية، لكننا في الحقيقة مع أن متشطرون أو منقسمون سكتر يعني إلى آلاف القطع، ولا نستطيع الاتفاق على أي موضوع. وهذا هو اللي يفسرنا لماذا نرفض نقاش أي قضية، هذا هو الحقيقة النهائية. علينا أن نفهم هذا الموضوع. هذا راح أنا أفصل هالموضوع بعد ذلك عن أنواع محمد التي وكيف جرت صناعة النبوة حسب الرواية الإسلامية. كونوا مع أصدقائي، هذا بس مقدمة سريعة لما سأقدمه لاحقا في هذا الموضوع، وطبعا يعني أتعشم منكم التعليقات، تعليق على هذا الموضوع، ومنها أسئلة كثيرة راح أسأل من عندها بعض الأسئلة. ماذا قدم لي محمد؟ بماذا ممكن أن تنفعني رسالة محمد أو الوحي؟ ماذا ينفعني الآن؟ القرآن بنصوصه بأكملها، مع احترامنا وتقديرنا، بماذا تنفع البشرية الآن؟ يعني هل أن السؤال هو هل الله موجود أو غير موجود؟ هل هو عظيم أم غير عظيم؟ هل أنا محتاج لهذا الإله حالياً؟ التاريخ يقول كان أنه كان مهما، لكن لماذا أتمسك الآن بقضية كانت مهمة قديما؟ المهمة الشيء المهم قديما أصبح غير مهم حاليا. لماذا أتمسك بالجمل مثلا؟ يعني على سبيل المثال نترك يعني نتمسك بالماضي ونترك الحاضر الذي المليء بالعلوم الحديثة والاكتشافات التي لا أول لها ولا آخر. لماذا؟ وهذا بالقياس نفسه، لماذا أتمسك بالجمل باعتبار سفينة الصحراء وبحجة أنه هذا التراث وقديم وأن آبائي كانوا بحاجة له ونصحنا الدين أو ما إلى ذلك به؟ فأنا نفس الشيء، نرفض الحياة أو التأقلم مع واقع الحياة المعاصرة ونتحجج بوجودنا في الماضي، هذا يعبر عن كسلنا، وراح نناقش هذا الموضوع. كسلنا وخوفنا من خسران ما لدينا، يعني أكو يعني طبعا اكيد هناك ملايين راح يعترضون على هذا الشيء، لكن المهم ان يكون الاعتراض مقنع. شكرا جزيلا، واتمنى اسمع اراءكم، والى لقاء قريب، مع السلامه.